صباح الخير، الله يعطيكم العافية. Any question؟ صباح النور دكتور. في أي سؤال؟ احنا لسه الامور بسيطه وان شاء الله راح تضلها بسيطه. عم نحكي عن يعني بعض الاساسيات، بعض الامور يعني اللي تلزمنا حتى نقدر نمشي بالكورس. فبلشنا المره الماضيه نحكي بشابتر 2، بعض الاساسيات في الايمج بروسيسنج الفاندمنتالز. فطلعنا على بشكل سريع على جهاز الابصار في الانسان، على العين، وشفنا كيف ببساطه انه طبعا هو الموضوع مش بسيط، لكن بسطنا الموضوع. حكينا في جزئين مهمات في العين هم اللي بمكنوني اني نوعا ما اكون الصور، اللي هم العدسه اللي بتجمع الالكتروماجنتيك انرجي، تحديدا جزء من الفيزبل باند، وبتسلطها على مجموعه من الخلايا العصبيه الحساسه للضوء الموجوده على سطح الريتنا. فالجزء الثاني هي الشبكيه الموجوده على الجانب الاخر من العين. في مجموعه من نوعين من الحساسات، حكينا الكونز والرودز، شيء مور سنسيتيف، شيء ليس سنسيتيف، شيء سنسيتيف تو كلر، شيء سنسيتيف تو لايت انتنسيتي. فالكونز مثلا هي مسؤولة عن التفاصيل الموجودة في الصورة اللي بشوفها، مسؤولة عن الكالرز، بينما الردز مسؤولة عن الأوفر أول، التفاصيل الكبيرة خلينا نحكي، والرؤية بالليل أو سكوتوبيك فيجن أو الديم لايت فيجن. وشفنا مجموعة من الأشياء. بعدين يعني حكينا شغلة سريعة لها علاقة بطبيعة عمل اللينس أو العدسة في العين، اللي هي ببساطة شغلة لها علاقة بالأوبتكس. إنه حكينا صورة الأوبجكت، أوبس، صورة الأوبجكت اللي منشوفه عادة تتكون على الريتينا اللي هو الإيميجينج بلين. في هاي الحالة بتكون مسؤولية العدسة فعليا هي اللي تجمع وتسوي فوكس للأشعة المنعكسة عن الأوبجكت على الريتينا. لكن في عندي مشكلة هون، إنه الأوبجكت تتفاوت أبعادها عن العدسة، وإذا كانت العدسة ثابتة بخصائصها وبطبيعتها وبالبعد البؤري تبعها، معناها كل ما تغير بعد الأوبجكت عن العدسة مكانه على الإيميجينج بلين بده يتغير. يعني حتى أشوف الأوبجكت بشكل أوضح ممكن الإيميجينج بلين بده يكون هون أو يصير هون أو يصير هون. لكن هذا كلام صعب أن يسويه في العين، لأن هذا البعد عادة ثابت ما بتغير. فكيف بدي أسوي فوكس للأوبجكتس as they get closer or further from the eye؟ ببساطة حكينا العدسة نفسها بتغير الشكل الهندسي تبعها، فإما بتصير flat أو إما بتصير thick، وهذا الكلام بترتب عليه تغير في معامل الانكسار الضوئي تبعها. فلما يتغير معامل الانكسار الضوئي تبعها، بقدر انه اخلي الايميجينج بلين ثابت على الريتنا، بينما الاشعه المنكسره اللي جايه من برا وتمر من خلال العدسه تتغير زاويه الانكسار تبعها داخل العين، بحيث يصير في فوكس اما على الاوبجكت القريب او على الاوبجكت البعيد. وهذه ميزه احنا بنقدر نسويها. يعني احنا كان لوك على اوبجكت بعيد ونهمل ونشوف غباش للأوبجكتس القريبة. فعلياً لما أركز أنا مثلاً قدامي على الحيط، ببطل أشوف اللابتوب، أو يعني بشوفش اللابتوب بوضوح، لأني يعني فمركز عيني على جسم بعيد، فبالتالي العدسة بتتغير بحيث أنه تصير فلات أو فلاتر، وبالتالي يصير مينيمم ريفراكشن إندكس أو معامل انكسار. وزي ما حكيت you can prove it يعني بالأوبتكس بناء على قانون سنيل. برضو حكينا من خصائص عين الإنسان أنه عنده قدرة على الأدابتيشن، التكيف مع شدة الإضاءة، wide range، لكن you cannot jump from low to high or from high to low instantaneously. يعني you can adapt to wide range of intensities لكن بشكل بطيء. بإمكانك تتحرك عينك، تسوي adaptation سريع عند نقطة معينة، عند critical and operating point معينة.
حكينا عن الويبر ريشيو، تجربة ويبر، وكيف إنه الانتنسيتي تبعت الاوبجكت اللي بشوفه لا تعتمد فقط على قيمه الانتنسيتي لحالها، العين عاده تطلع على السراوندينج تبع الاوبجكت، تعطيك انطباع عن شده الانتنسيتي بناء على المحيط اللي هي سميناها سيمولتينيوس، ظاهره السيمولتينيوس سيمولتينيوس كونتراست. حكينا عن الاوبتيكال الوجنز، واتهيالي وصلنا لهون، اللي هون بدنا نبلش نحكي احنا عن اليه الايمج اكويزيشن. واحنا حكينا وي كان اكواير ايمجز يوزنج ديفرنت تايبس اوف انرجي، لعل من اشهرها من اكثرها شيوعا هي الايمجينج باستخدام الالكترومغنتيك انرجي. وحكينا الالكترومغنتيك سبيكترم سبانز ا وايد رينج اوف ريز، ابتداء من الجاما ريز اذا بتتذكروا لغايه down to the radio waves، من high frequency ل low frequency. وشفنا examples ب chapter 1 على imaging using different types of energies بتطبيقات مختلفة. الآن لما أطلع على ال electromagnetic energy أو تحديداً الكروماتيك لايت أو الفيزيبل لايت اللي أنا بشوفه، الضوء الملون اللي أنا بشوفه، في ثلاث خصائص رئيسية ممكن أعطيها لهذا مصدر الإضاءة، اللي هي الراديانس، اللي هي الراديانس اللي هي مقدار الإشعاع تبع هذا السورس، قديش بيقدر يعطيني إنيرجي بشكل عام. زي الشمس لها راديانس معين، لها شدة إضاءة معينة. اللومينانس اللي هي فعلياً كمية الإضاءة اللي أنا بشوفها من هذا السورس. يعني أنا زي ما حكينا شفنا في البداية هذا الشابتر، حكينا يعني العين بتشوف الفيزيبل لايت، بس تحديداً cannot absorb all the wavelengths. It can absorb only 8% of the wavelength. فاللومينانس هي مقدار الطاقة اللي أنا بشوفها بعيني أو اللي أنا بقدر أجمعها باستخدام سنسور معين. فهذه صفة أخرى، يعني لما أجي أسوي characterization لسورس معين بحكي قديش الرادينس تبعه، قديش أنا بقدر أشوف منه. وخاصية مهمة جدا اللي هي البرايتنس أو الانتنسيتي، اللي هي ببساطة عبارة عن قيمة مش يعني أو صفة مش cannot be quantified. It is subjective property. يعني شغلة موضوعية بتتغير، صفة موضوعية بتتغير من شخص لآخر، اللي هي شدة الإضاءة، اللي هي level of this energy. ف it is hard to measure، بتتغير من شخص لآخر. يعني ممكن واحد يشوف إشي bright، ممكن يشوفه واحد لا it is a little bit dark. تمام. فبهاي الصفة عادة الـ observer they use it to compare luminance of another body. يعني بقارن قديش أنا عم بشوف إضاءة من أوبجكت معين، وعادة ما لها علاقة بالكرر. It is achromatic، يعني مش chromatic. Chromatic يعني له علاقة باللون. Achromatic it is not related to color. فلما أجي أحكي عن أوبجكت معين إنه فاتح أو غامق أو in between، أنا ما عم بجيب سيرة الكلر. فهون الفكرة إنه بجي بحكي it is a bright object، it is a dark object، ما عم بجيب سيرة الكلر. فعادة هذا برضو من خصائص أي مصدر للضوء عم بشوفه. وهو زي ما حكينا هو فعليا راح نتعامل معه في جزء كبير من الكورس، اللي هو مع الـ achromatic images أو مع الـ gray scale images أو مع الـ gray level images. هذا متداول ومستخدم حتى في الكلر ايمجز، المصطلح تبع البرايتنس او الانتنسيتي برضه بكون جزء من الاوفر اول كلر اللي انا بشوفه. لاني انا ممكن اجي احكي والله هذا اللون احمر غامق، احمر فاتح، احمر فاتح صافي، او احمر فاتح يعني فيه مش احمر نقي. خلينا نحكي هذا الكلام راح نشوفه ب تشابتر 6. فالايكروماتيك لايت اللي هو فعلياً المونوكروم أو ما في كلر، light that is void of color، وعادة نستخدم مصطلح gray level أو gray scale، واللي هي الدرجات البرايتنس اللي من تتدرج من the black where there is no energy to up to white where there is which is the brightest level. تمام. فإذا الآن أنا عندي مصدر إضاءة
عم بيعطي إضاءة عم تنعكس من الأوبجكت الموجود قدامي، أو عم بتمر من خلال الأوبجكت الموجود قدامي وعم بقدر أجمعها باستخدام سنسورز معينة. حكينا هذا هو المبدأ الرئيسي اللي بتم في عملية الإيمج أكويزيشن، الحصول على الصورة. وشو هي الإنرجي اللي بستخدمها بيعتمد على الفيلد اللي أنا عم بتعامل معه، ممكن تكون إلكتروماغنتيك إنرجي، ممكن تكون أكوستيك إنرجي، ممكن تكون ثيرمال إنرجي and so on. الآن حتى أسوي عملية acquisition للإيمج أحصل على الصورة بلزمني شغلتين رئيسيات زي ما حكينا في أكثر من مكان: source of energy, source of illumination. بدي شمس، بدي إضاءة تتسلط على الأوبجكت اللي أنا بدي أشوفها تنعكس عنها وأقدر أني أشوفها، بمعنى آخر أقدر أشوف الإليمينيشن تبع الأوبجكت. والجزء الثاني أو الشيء الثاني اللي بحتاجه هو device that can collect, filter and convert this energy into electricity، اللي هو ببساطة باستخدام الترانسديوسرز أو السنسورز. فهون قدامنا في بلوك ديجرام عام لسنسور، ببساطة بيكون في عندي نوع معين من الانرجي that I filter حسب الويف لينث، حسب الفريكوانسي اللي بدي اياها، حسب طبيعة هاي الانرجي، حتى يكون عندي تركيز أكثر للانرجي اللي أنا عم بطلع عليها، لأنه ممكن أنا ما عم بشوف بس الإليمينيشن من هذا المصدر، عم بشوف إليمينيشن من مصادر أخرى، فأنا بدي أركز وأسوي على هذا النوع من الإنرجي على هذا المصدر. فعادة I use some sort of filtering. فمثلا اللي بده يصور بالإنفراريد باند بده يكون عنده فيه إنفراريد فلتر، بحيث هذا الفلتر يحاول يرمي كل أشكال الإنرجي الأخرى ويركز لي على الفريكوانسي تبع الإنفراريد، بحيث تكون الصورة اللي عم بطلعها بأفضل شكل. بعد عملية الفلترينج، السنسور عادة بكل بساطة، يعني إذا بدنا نأخذها بشكل بسيط، هو عبارة عن مصنع من مادة حساسة لهذا النوع من الإنرجي، والحساسية تبعتها فعليا هي حساسية كهربائية، بمعنى آخر إن الصفات الكهربائية لهذه المادة تتغير بتغير الـ level of perceived energy أو received energy. فمثلاً ممكن كل ما زادت الانفراريد، كمية الانفراريد energy الموجودة هون مثلاً، كل ما زادت مقاومة هذه الماتيريال، كل ما قلت مقاومة هذه الماتيريال، كل ما زادت الكاباسيتنس، كل ما قلت الكاباسيتنس. فبناء على التغير اللي بيصير في الانرجي تتغير خصائص المادة الموجودة هون. فإف يو بلغ ذس ماتيريال انتو سم الكترونيك سيركت يو كان تشينج ذا كاركترستكس اند ذا ريسبونسز in this circuit، وبالتالي بتغير الفولتج، بتغير الكرنت. فبناء على هذا التغير you can do this transducing، إنه تحول من mechanical energy, electromagnetic energy, ultrasonic energy into electronic energy. And ليش electric energy؟ لأنه في النهاية الكمبيوترز هم electronic devices، بيشتغلوا على الكمبيوتر. فإذا بقدر أخزن أو أخذ أسوي recording للتغيرات اللي عم تصير في voltage responses أو بالcurrent responses، معناها أنا بقدر أشوف الصورة، بقدر أسوي translation للصورة من الإنرجي اللي هي موجودة فيها into electric energy. فهذه فكرة السنسورز وال أو الترانسديوسرز. طبعاً حتى أسوي acquisition بدي مجموعة من هدول السنسورز، أو ممكن أستخدم واحد، أو ممكن أستخدم 10، أو مستخدم 100، depending on what type of arrangement I will use to acquire the image. فمثلاً ممكن واحد بده يسوي low cost imaging system، فبحكي أنا بدي أجيب this single sensor، بدي أجيب سنسور واحد بس، بجيب سنسور واحد وبيستخدمه حتى يبني هال two dimensional image. طب كيف بدي أسوي هالعملية؟ ببساطة إنه يحرك، يعني مثلاً لو كان عندي سين معين، this is 2D plane، المفروض أني أنا أشوف الصورة على هذا 2D plane، فأنا ما عنديش غير سنسور واحد، فببساطة أني أنا أحرك السنسور horizontally، بعدين
أنتقل للسطر اللي بعده، أنتقل للسطر اللي بعده، أنتقل للسطر اللي بعده، وهكذا. فإذا هذا الكلام ممكن أحتاجه، كان زمان مستخدم لما كانت السنسورز expensive to manufacture, expensive to buy. فإذا بدك تبني جهاز يسوي acquisition لإيمج بمنطقة معينة بفيلد معين، ممكن تحتاج أنك تحرك السنسور vertically and horizontally حتى تقدر تسوي acquisition للإيمج. فأنا عم بحرك السنسور بهذا الشكل حتى أحصل على الإيمج. And every point أنا باخذ قراءة وبخزنها، بعدين بسوي reconstruction للإيمج وبشوف الإيمج بناء على كمية الإنرجي اللي عم بشوفها عند هاي النقطة، كمية الإنرجي اللي هون اللي هون اللي هون اللي هون، وهكذا. طبعاً the quality of the image ووضوح الصورة راح يعتمد على مقدار الستيبس اللي عم بمشيها بالهوريزنتال دايركشن والستيبس اللي عم بمشيها بالفيرتيكال دايركشن. تمام؟ فهذا acquisition with a single sensor. It is inexpensive لكنها slow، وبنفس الوقت تعتمد على الحركة، فيها ميكانيكال موشن، لأن هاي الميكانيكال موشن يعني شو ما كانت سريعة مش رح توصل للسرعة اللي ممكن عم تتغير فيها الصورة، عم تتغير فيها الإنرجي عند نقاط مختلفة، فذات شوي ممكن الصورة تطلع بليرت، مغبشة، تطلع مش واضحة كتير. الآن نفس الكلام اللي سويته هون طريقة أخرى أني أسوي imaging أو scanning، أنه تكون عندي السنسور موجود عندي هون وأصير أحط الimaging plane على سلندر وأصير ألف هاي السلندر وأحرك السنسور up and down على هذا الرد linear motion. ففعليا زي كأني عم بسوي العملية اللي هون اللي أنا حرك السنسور ب 2D. ما بهمني التفاصيل، بس الفكرة هون إنه I can acquire the image using a single sensor if it is expensive, but I have to move this sensor. ففي mechanical motion بطيئة، ممكن ال mechanical system had عرضة يصير للخراب بسهولة. الليفل الثاني للimage acquisition إني أجيب strip of sensors، يعني مجموعة من السنسورز أحطهم على ستريب هون وأصير أتحرك برضو، لكن الآن بس بتحرك باتجاه واحد. فthis is acquisition with sensor strip. طبعاً this is a little bit more expensive because you need more sensors, but still it could be slower. It could be slow, but أكيد هي faster من السنجل sensor لأنك أنت بس تتحرك باتجاه واحد. You are collecting multiple samples at every line here. مثال عليها فعليا الكات سكان أو السي تي سكان. إذا تذكروا السي تي سكان حكينا أنا بقدر أسوي generation or imaging to the inside of the body باستخدام الإكس-راي، بقدر أطلع slices. This is a slice, another slice, another slice. كيف بتتم هاي العملية؟ بيكون في X-ray source قاعد بلف على الرينج اللي هون، والرينج هاد ببساطة هو عبارة عن مجموعة من الإكس-ray sensors مزروعين على هذا الرينج، والsource هاد this piece is continuously rotating بتطلع X-ray وبجمع الإكس راي عند هاي المنطقة، بعدين بلف بجمع الإكس راي اللي هون، بجمع الإكس راي اللي هون، بعدين زي ما حكينا في algorithms معقدة تقدر تاخد الأكوايرد أو sensed إكس راي إنرجي وتبني لي الصورة لكل سلايس في الجسم اللي عم بصور. طبعا دقة ووضوح الصورة اللي بتطلع في هاي الحالة تعتمد على شغلتين، تعتمد على السبيسينج بين السنسورز على الستريب. كل ما زاد السبيسينج معناها أنا عم بحط سنسورز أقل، وبالتالي كمية الطاقة اللي عم بجمعها أو عدد النقاط اللي عم بأخذها أقل، والعكس صحيح. وبرضه بيعتمد قديش أنا الستيب اللي عم بمشيها باتجاه اللينير موشن، اتجاه اللينير موشن. ممكن أنا أنط 2 مليمتر أو ممكن أنط 10 مليمتر وأخذ الصورة هون. فالآن أكيد أنا هون I missed all the data in the image في هاي المنطقة إذا نطيت النطة الكبيرة. فإذا الريزوليوشن أو دقة التفاصيل أو كمية المعلومات اللي أخذها في هذا النوع من الأكوزيشن يعتمد على the spacing of the sensors on the strip and the step size that I move the strip with.
آخر فورم من أشكال الأكوزيشن واللي إحنا متعودين عليه واللي هو فعلياً المستخدمة خصوصاً مع تطور التكنولوجيا ورخص السنسورز اللي هو الأكوزيشن using sensor arrays. بكل بساطة there is no motion in this type of acquisition. ما في تحريك للسنسورز. أنا بدي أسوي imaging لهذا الأوبجكت، بجيب العدسة، باخذ الطاقة وبنزل الإيميجينج بلين عندي فعلياً بيكون عبارة عن collection أو array of sensor. ففي سنسور هون وسنسور هون وسنسور هون وهكذا. فبالتالي أنا I don't need to move any sensor. كل اللي بحتاجه إني أخذ الطاقة وأركزها على الإيميجينج بلين، وعند كل point بصير collecting للإنرجي وتحويلها لكهرباء. فنتخيل إنه مثلاً عند هاي النقطة نزل مقدار معين من إنرجي بيتم تحويله إلى طاقة كهربائية. طبعاً هذا dominant arrangement، يعني هو الأكثر انتشاراً، اللي هي في الكاميرات تبعت الموبايلات تبعتنا، في كل الكاميرات المتعاملها فيها ما فيها حركة، كلها بتستخدم sensor array. طبعاً دقة الصورة هون تعتمد على the spacing between the sensors in both directions، على حجم الـ imaging plane وعدد sensors بمعنى آخر. تمام. فالآن إذن صار عندي مصدر للطاقة، صار عندي مجموعة من السنسورز. لو تخيلنا السنسور array، كيف بيتم الـ image formation؟ حكينا هذا الكلام يمكن أكثر من مرة، إنه أنا بدي أخذ الإنرجي اللي reflected من هذا الأوبجكت أو الإنرجي اللي بتمر من خلال هذا الأوبجكت حسب الأبليكيشن، بمعنى آخر الإنرجي اللي transmitted through this object، وأسقطها على مجموعة السنسورز اللي عندي. هيكون عندي قدرة هاي السنسورز تعطيني electric correspondence مع with the amount of collected energy. الآن إذا بتطلع على اللي راح يطلع عندي في النهاية، إنه فعلياً أنا عندي مجموعة من السنسورز، هذا السنسورز راح يعطيني فولتج معين، هذا راح يعطيني فولتج معين، فولتج معين، فولتج معين. That is proportional to the amount of collected energy at this point. فهذا فعلياً هو بيمثل الصورة. فزي كأنه this is X، this is Y، and every point here is f of xy، قيمة الفولتج أو قيمة a value positive value that corresponds to the energy. طبعا هي مش نفسها قيمة الانرجي، هي related to the energy لأنها تم تحويلها بشكل آخر إلى voltage، من شدة إضاءة مثلا إلى voltage، من شدة صوت إلى voltage. فإذا زي ما حكينا في البدايات، الصورة فعليا هي عبارة عن function that depends on two variables اللي هم the spatial coordinates x and y، and at every point it has a value or more. إذا عم بحكي عن grayscale or monochrome images، فهي هذا له one value at each at every x and y. الآن كمية الطاقة أو الفولتج اللي هون زي ما حكينا هو proportional لشدة أو level of energy اللي أنا شفته هون، واللي بقدر أمثله رياضياً بعملية بسيطة. لو كان عندي الشمس مثلاً هي مصدر الإضاءة، فهي إلها radiance معين، والأوبجكت اللي أنا عم بصوره راح يشوف جزء من هذا الرادينس وراح ينعكس عنه، فأنا راح أشوف إليمينيشن معين. هذا الإليمينيشن اللي هو الفانكشن تبعي هو عبارة عن شدة الإضاءة اللي نازلة على الأوبجكت بالرفليكتنس تبع هذا الأوبجكت. يعني إذا أنا عندي أوبجكت قدامي that is uniform مثلاً كلياته أبيض، فالرفليكتنس عند every point من هذا الأوبجكت راح تكون هي نفس القيمة. فلما أنزل إضاءة بقيم بشدة معينة على هذا الأوبجكت، كل البوينتس على هذا الأوبجكت راح يعكسوا إما كل الإضاءة أو يعكسوا جزء من الإضاءة. هذا المقدار الانعكاس بسموه reflection coefficient، والreflection coefficient بده يكون function of x and y. هلأ إذا كان الأوبجكت uniform كله أبيض، الـ r of x y اللي هي معامل الانعكاس تبع هذا الأوبجكت as a function of space ثابت. لكن ممكن يكون الأوبجكت ملون، ممكن يكون الأوبجكت مش بلين، ممكن يكون فيه تموجات، فالرفليكتنس عند هاي النقطة مختلفة عند هاي النقطة. فالرفليكتنس ممكن الأوبجكت يكون أسود،
فيعكس لي nothing، فبالتالي الرفلكتنس رح تكون zero. ممكن يعكس لي أبيض، يكون أبيض فيعكس لي كل الطاقة اللي سقطت عليه. طبعاً هذا كلام applicable على الصور اللي generated or acquired through transmission. كيف يعني through transmission؟ زي مثلاً الكات أو CT imaging زي PET. هون الانرجي ما بتنعكس من الأوبجكت اللي عم بصوره، الانرجي بتمر إذا تذكروا زي ما حكينا من الأوبجكت، وأنا على الجهة الأخرى وظيفتي إني أجمع للtransmitted energy أو الانرجي that pass through this object. وشو راح يكون الفكرة هون؟ إنه ما في reflectance بس في transmission coefficient اللي هو T of XY. T of XY إنه هذا الأوبجكت اللي عم بصوره كل منطقة فيه في لها transmission coefficient مختلف. ممكن في إشي يمتص إنرجي أكتر من جزء آخر، و that's why أنا بقدر أشوف هذه الأجزاء المختلفة داخل الجسم. فإذا الإيمج اللي أنا عم بسويها ما هي إلا عبارة عن حاصل ضرب الإنرجي اللي سقطت أو مرت من خلال هذا الأوبجكت عن نقطة معينة مضروبة بالرفلكتنس أو مضروبة بالترانزميتنس at that point. إذا عم بحكي عن المونوكروم إيمجز، الإيمجز اللي void that are void of color، يعني the grayscale images أو the gray level images. فإذا فقيمة الفانكشن هو فعليا L، وهي ال لها minimum و maximum. يعني إذا عم بحكي عن شدة إضاءة عم بصور بس بدون ألوان، فأكيد في عندي minimum وفي عندي maximum اللي بقدر أشوفه. أكثر من هيك أو أقل هيك ممكن عيني ما بتقدر تتحسسه، أو السنسور اللي أنا عم بستخدمه ما بقدر يشوف شدة الإضاءة هاي القليلة أو العالية جداً، ما بقدر إنه ميزها. فإذا عم نحكي عن البرايتنس مثلاً للإندور سينز اللي بشوفها أنا، فتتراوح من 10 لامبرت بير متر سكوير لألف لامبرت بير متر سكوير، ولامبرت هي وحدة قياس شدة الإضاءة. فهذه الانتربل إذا أنا عم بصور جوا البيت رح يصير أوف إنير، طبعاً هذه شدة الإضاءة رح يصير لها تحويل لفولتج بناء على السنسور اللي أنا عم بستخدمه، وبالتالي رح يصير فاليو اسمها L كفولتج. فإلها مينيموم فاليو وإلها ماكسيموم فاليو، وعادة هذا الرينج على الكمبيوتر it is shifted to this range 0 to L minus 1 where 0 it is black and L minus 1 is white. ليش بسوي هذا المابينج؟ لأنه زي ما رح شوف كمان شوي، أنا لما أحط الصورة على الكمبيوتر I cannot use all the values in this range. I have I have finite number of values that I can use to represent different values in this range. طبعا كم قيمة هاي ال L راح نشوف كمان شوي انها بتعتمد على مجموعة عوامل، منها عدد البتس اللي او هو فعليا عدد البتس اللي ممكن استخدمهم حتى امثل اي value ب هذا الرينج اللي موجود عندي هون. دكتور؟ نعم. ارجع للسلايد اللي قبل لو سمحت. ال M slash M square هاي شو مش فاهمها؟ هذه لامبرت، وحدة قياس شدة الإضاءة. بالنسبة لل per meter square. per meter square. لامبرت per meter square. يعني للصورة بس يعني 2D. يعني إنه إذا أنا عم بصور حكينا فعليا أنا عم بشوف الطاقة المنعكسة أو شدة الإضاءة المنعكسة. مزبوط؟ تمام. فشو وحدة قياسها؟ جوا البيوت جوا الغرف يعني 10 ل 1000 لامبرت حسب شو عم تستخدم ضواو انت جوا البيت، وحسب قديش البيت مفتوح على العالم الخارجي. ما بهمنا الارقام هاي بقدر ما يهمنا انه انا في النهايه بقدر اشوف
رينج معين من شدة الإضاءة. هذا راح أحوله into electrical voltage وأمثله بالباينري بانترفال من 0 ل L minus 1، بحيث أنه 0 هي الـ lowest of energy which is black. طبعا 0 لا تعني بالضرورة أنه أنه no energy، لكن أنا سويت mapping للزيرو، يعني الـ L minimum راحت للزيرو والـ L maximum راحت للـ L minus. تمام دكتور. يعني ممكن يكون في انرجي بس لما اسويها ريبريزنتيشن على الكمبيوتر بتتمثل على شكل زيرو بسبب الليميتيشن على عدد البيتس اللي عم بستخدمهم، بسبب ليميتيشنز على السنسيتيفيتي تبعت السنسور نفسه. طيب الان فاذا لو جينا حكينا بدنا نسوي ايمج اكويزيشن، بدي اخذ صوره لسين قدامي واخزنها على الكمبيوتر. سو فار حكينا لازم يكون عندي قدره اني اجمع الطاقه المنعكسه عن هذا السين او الطاقه اللي ماره من خلال هذا السين باستخدام عاده عدسه، بعدين احط فلتر حتى اركز بالمنطقه اللي انا عم بشتغل فيها كطاقه، بعدين اسوي ترانسديوسينج او سينسينج واطلع الالكتريكال كورسبوندنس مع الاماونت اوف انرجي اللي موجوده او اللي انا شايفها في كل نقطه بالسين. بلاش في كل نقطه، في نقاط معينه من السين اللي عندي لاني راح استخدم عدد معين من السنسورز. الان الفكره انه الالكتريكال اذا بشغل الكاميرا انا وبضلني فاتح العدسه قبل ما لما اخذ السناب شوت، لما اخذ السناب شوت راح يطلع عندي فولتج معين عند كل نقطه معينه، فحتى اقدر اخزن هاي الصوره واقدر اسوي لها بروسيسنج على الكمبيوتر في عمليتين رئيسيات بعد ما اسوي كل هالسيت اب لازم اسويهم حتى اقدر انه فعليا اسوي ريبريزنتيشن لهالصوره على الديجيتال كمبيوتر. ايش هم هذول العمليتين؟ يعني أنا عندي صورة قدامي، سين قدامي، إيش أهم خاصية إيش أهم خواص لهذا السين اللي قدامي؟ It is an analog scene. كيف يعني It is an analog scene؟ يعني هذا السين اللي أنا شايفه في عيني فيه عدد لا نهائي من البوينتس، الspatial points، وعند كل واحدة من هدول البوينتس عيني بتقدر تشوف theoretically عدد لا نهائي من اللايت انتنسيتيز او من اللايت كلرز. لان لو بدي اخذ هذا الكونتكست واعطيه للكمبيوتر، الكمبيوتر ما بقدر يتعامل معه لان الكمبيوتر في النهايه هو ديجيتال ديفايس، it has finite storage، it has finite processing capability. فاذا بدي اخذ الصوره as is معناها لازم يكون بما تحتويه من عدد لا نهائي من البوينتس، معناها انا بدي عدد او كميه يعني قدره تخزين لا نهائيه في الكمبيوتر. اذا بدي اخذ كل البوسيبل فاليوز اللي ممكن تكون موجوده عند كل نقطه واقدر اني اتعامل معها، معناها انا برضو بدي قدره عدد يعني قدره تخزين برضو لا نهائيه. اذا انا بدي لو كان عندي افتراضا عدد يعني قدرة تخزينية لا نهائية لتخزين صورة معينة، حتى أقدر أسوي processing على هاي الصورة بدي processing infinite processing power لأن عندي عدد لا نهائي من points. لو بدي أخذ بس one point في الصورة، كل point أجمع لها واحد، بدي عد قدرة يعني infinite processing capability. فthat's why الصورة حتى أقدر أتعامل معها على digital computer لازم تمر بعمليتين رئيسيات اللي هم السامبلينج والكوانتايزيشن. سامبلينج كوانتايزيشن، والفكره فيهم اني احاول اخلص من الانفينيت نمبر اوف بوينتس اللي ممكن تكون موجوده عندي في الصوره او اخفف من هاي المشكله. والنقطه الثانيه الكوانتايزيشن اني احاول احدد عدد الفاليوز اللي ممكن تكون موجوده عند اي نقطه موجوده في الصوره. ما بعرف إذا مريتوا على هذا الموضوع بمادة السيجنالز، بتهيالي عادة في نهاية الكورس بحكوا عنها شوي، بس هدول الخطوتين أو هدول العمليتين هم فعلياً اللي بحتاجهم حتى أسوي ديجيتايزيشن، حتى أسوي سيجنال، حتى أسوي فانكشن بقدر أتعامل فيه مع الديجيتال كمبيوتر.
Digital computer معناها computer that has finite storage, that has finite processing power. فحتى يقدر يتعامل مع أي signal, هاي signal برضو لازم تكون finite in terms of the number of points that are in this signal and in terms of the values that each point in this signal may take. فهدول العمليتين بيسووا هذا الموضوع. هل نطلع عليهم؟ ما نطلع عليهم رياضيا, نطلع عليهم رياضيا بشابتر 4. طلع عليهم هون كفكرة. لو كان عندي هذا الأوبجكت هون, هذا الأوبجكت اللي بدي أصوره, this is the object to be imaged وموجود قدامي على بلين. هلا لو أسقطته باستخدام عدسة على imaging plane راح يطلع صورة مصغرة أو صورة مكبرة من هذا الأوبجكت, لكن both الأوبجكت والصورة are analog, يعني في عدد لا نهائي من البوينتس, في عدد لا نهائي من الفاليوز اللي ممكن اني اتعامل معها, which is not practical, which is impossible actually for digital computers to work with. طيب what is the solution؟ يعني لو جيت انا استخدمت مثلا sensor strip زي ما احنا شايفين هون, يعني في عندي مجموعه من السنسورز موجودين هون, وصرت اخذ samples along the line او اطلعت على الـ variation بالenergy along this line, راح تلاقيها انها اشي زي هيك. هون كانت high لانه كان في عندي ابيض, بعدين نزلت وصارت تتحرك بالgray level, طلعت زي هيك. الان شو اللي بيميز الاشي اللي عم بطلع هون؟ انه هون انا في عندي عدد لا نهائي من points, هون في عدد لا نهائي من points. طيب كيف ممكن اخلي الكمبيوتر يتعامل مع عدد لا نهائي من points؟ مستحيل. طيب شو الحل؟ بدل ما أكون أتعامل مع عدد لا نهائي من البوينتس, خليني أخذ عينة من هدول البوينتس, وعينة تكون كافية to represent the this pattern, الباترن اللي قدامنا. فهذه العملية اللي هو بيسموها sampling, عينة. يعني أخذ sample هون, sample هون, sample هون, sample هون, هون 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 هون. ما في داعي أخذ كل البوينتس, بس بشرط اني اخذ عدد كافي من السامبلز حتى يمثل السيجنال اللي قدامي, حتى يمثل السيجنال اللي قدامي. فمثلا اخذت هدول السامبلز هون, فبالتالي بما انه صار عدد السامبلز اللي عم باخذهم محدود, فبالتالي بقدر اخزنهم على الكمبيوتر اللي له قدره تخزين محدوده, مظبوط, كعدد سامبلز. يعني لو أخذت 1000 سامبل معناها بدي 1000 ميموري لوكيشن حتى أخزنهم, لو أخذت مليون سامبل بدي مليون ميموري لوكيشن حتى أخزنهم, حسب قدرة الكمبيوتر. فعدد السامبلز اللي راح أخذهم راح يعتمد على شغلتين, على قدرتي للتخزين وعلى كم سنسور أنا عم بستخدم هون, مظبوط, زي ما حكينا قبل هيك. فأنا بحاجة أني أسوي هاي العملية. طبعاً كل ما زدت عدد السامبلز, كل ما كان الريبريزنتيشن أو الأبروكسيميشن تبع السيجنالز اللي عم باخدها أفضل, لكن at the expense of increased requirement على الستورج, بدي ستورج أعلى. فهذه الخطوة الأولى, أنه أنا بحاجة أني أقلل من عدد الانفينيت سامبلز, ما بقدر أتعامل مع انفينيت along this line. Technically, there are infinite number of points. I cannot work with them. هاي هم موجودين عندنا هون. فشو الحل؟ الحل إني أخذ samples. هاي العملية اسمها sampling. هلأ كم sample أخذ؟ كم sample كفاية وما في داعي أزيد عن هدول samples حتى أمثل هاي signal؟ هذا الكلام راح نشوفه يعني نوعاً ما بالتفصيل رياضياً بشابتر 4. إنه ببساطة what is this? How many samples I can take per unit length مثلا هون, اللي هو بيسموه sampling frequency, how often to take the samples, كل كم مليمتر اخذ السامبلز, كل كم مايكرومتر اخذ السامبل, وهكذا. الان لو حليت هاي المشكله بلاقي حالي بصطدم بمشكله ثانيه. ايش هي المشكله الثانيه؟ انه as you go through this مثلا through the values along this line, راح تلاقي انه الفاليوز محدوده مثلا بالرينج, يعني محدوده مثلا من ناقص واحد, من مثلا من صفر لثلاث فولت مثلا. لكن على الرغم من انه الفاليوز محدوده من صفر لثلاث فولت, الفاليوز in between عددها لا محدود. يعني انا مظبوط, يعني انا ممكن احط 0.1.01.0001.0015.0056, فعدد الفاليوز اللي ممكن أتعامل معها في هذا الرينج برضو غير محدود.
فهذا بيسوي لي مشكلة مع الكمبيوتر. ليش؟ لأني أنا لو أخذت هاي السامبل وكانت القيمة تبعتها مثلاً 1.567337 شو ما بدك ديجيتس، وبدي أخزنها، بحكي ماشي معناها how many digits بدي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب خزنتها، جبت 11 ديجيت وخزنتها، لو رحت للي بعدها فكانت هذه 1.5677 او نفسها، خلينا نحط 3 6 7 3 7 3 1 1 0 5. هذه صار بدها 12 ديجيت، روح اللي بعدها 1.5677 3 1 1 0 6 1 مثلا او 4 1 عشان نكون consistent مع الرسمة 4 1. فلاحظ انه عدد قيمة السامبل نفسها ممكن عدد او ممكن تتاخذ من infinite set of values، مظبوط؟ طيب شو بترتب هذا الكلام؟ لما بدي اخزن هذه الفاليو بدي مثلا 10 بتس، لما بدي اخزن هاي الفاليو بدي 11 بتس، لما بدي اخزن هاي الفاليو بدي 13 بتس. فاذا عدد البتس اللي بحتاجهم حتى اخزن السامبل الواحده، ممكن اذا بدي اكون يكون عندي قدره اخزن كل الفاليوز راح يكون عدد لا نهائي من البتس، يعني الميموري لوكيشن الواحد بده عدد لا نهائي من البتس. فشو الحل هون؟ الحل بكل بساطه اني انا اجي احكي ما بدي اخزن القيم تبعت السامبلز بهاي الدقة، بدي أكتفي مثلاً بأول 10 ديجيتس، أو أكتفي بأول 5 ديجيتس، أو أكتفي بأول 3 ديجيتس وهكذا. وبالتالي شو معنى هذا الكلام؟ أسوي ترانكيشن، أشيل باقي الديجيتس الأخرى. هذه العملية مهمة جداً. ليش؟ حتى يكون عدد الديجيتس اللي بستخدمهم للسامبل الواحدة محدود. برضو الكمبيوتر في النهاية فاينايت، بدرش يتعامل مع عدد لا نهائي من الديجيتس. فهي العملية اللي هي بسموها التكميم أو الكوانتايزيشن، إنه أنا فعليا أنا عندي infinite number of values من هاي النقطة لهاي النقطة، بس ما بقدر أتعامل معهم كلهم، لأن إذا بدي أكون عندي قدرة أمثل كل الفاليوز الموجودة هون بدي infinite number of digits. فشو الفكرة؟ إني أنا أجي أحكي أنا فقط بهذا الرينج اللي أنا معرفه بدي أحط عدد معين من الفاليوز to quantify. فأي value، أي value بهاي المنطقة will be assigned to this value، أي value بهاي المنطقة will be assigned to this value، أي value بهاي المنطقة will be assigned to this value، أي value أكبر من هذه value will be assigned to this value وهكذا. فهون بصير نوع من التكميم، إن أنا ما بقدر أتحرك من قيمة لقيمة continuously، أنا بتحرك بستيبس اللي هم مسميهم quantization levels. ويمكن هذا الموضوع مر عليكم بالإمبيدد صح لما أخذتوا analog to digital conversion. فإذا فعليا بدي 2 steps حتى أحول الصورة اللي عم بسوي لها sensing لإشي قابل للتخزين وللprocessing على الكمبيوتر. بدي خطوة أولى sampling، بدي خطوة تانية لكوانتايزيشن. هذه بتحل لي مشكلة العدد اللانهائي من البوينتس، هذه بتحل لي مشكلة العدد اللانهائي من الفاليوز اللي ممكن تستخدم، اللي ممكن تاخدها أي بوينت أو سامبل من السامبلز اللي باخدهم. هلأ فعليا في خطوة ثالثة اللي هي هدول هم فاليوز بالديسيمال، ففي خطوة ثالثة اللي هي الانكودينج، اللي هي تمثيل هدول الفاليوز بالباينري. فمثلا اجي احكي this is 000 this is 001 this is 010 011 وهكذا. فاذا بدي احتاج عدد، راح احتاج عدد من البتس حتى امثل القيم اللي انا اخترتها لتمثيل كل القيم الموجوده في رينج معين، كل القيم الموجوده في رينج معين. وعدد هدول البتس اكيد بده يكون log l base 2 ceiling، مظبوط؟ الceiling لعدد الفاليوز اللي انا اخترتها. فكل ما كان عندي قدره تكون الفاليوز ممثله باكبر عدد من البتس، بعدد اكبر من البتس بيكون عدد الليفلز اللي ممكن استخدمها او عدد الفاليوز ممكن استخدمها اكثر.
فهون هذا الفعليا اللي حكينا عنه في البدايات انه this is the actual object and this is here the imaged object which is an approximation of the actual object and it is an approximation in two aspects. It is approximation in space بمعنى آخر بالx والy. فأنا بدل ما يكون عندي infinite number of points here أنا أخذت هدول كلهم وحطيتهم كpoint واحدة, أخذت كل الإنرجي اللي أنا شايفها هون وحطيتها كpoint واحدة. فIt is approximation بالx والy direction and it is also approximation in what? In the level of energy. يعني لاحظ هون إذا ببلش من هون وببلش أتحرك بلاقي في smooth transition بقيمة الـ intensity أو smooth transition بقيمة الـ function اللي بيمثل الصورة, بينما إذا بتحرك من هون بلاقي حالي عم بمشي إيش بستبس, ما في smoothness في الموضوع. تمام؟ طبعاً الـ approximation في السبيس بصير أفضل كل ما زدت عدد السامبلز, الـ approximation في الـ quantization أو بالليفلز اللي بستخدمها بصير أفضل كل ما استخدمت عدد bits أكتر, كل ما استخدمت sensors أفضل تقدر that can distinguish between fine levels of energy. بمعنى آخر كل ما استخدمت analog to digital conversion process أفضل بصير عندي قدرة أخزن أكبر عدد من السامبلز, ممكن يكون عندي قدرة أخزن أكبر عدد من الفاليوز اللي بتمثل هذه السامبلز. لأن once إني سويت هاي العملية, سويت digitization, سويت sampling, quantization و binary encoding, ببساطة الصورة هي عبارة عن صفة, عبارة عن array حجمها m times n, فيها عدد معين من البوينتس وكل بوينت لها فاليو, وممكن يكون عندي ام روز ان كولومز وكل واحده من هدول البوينتس اسمها بيكسلز. فالصوره في النهايه هي فانكشن اف اوف اكس واي, ذس از ام روز اند ذس از ان كولومز اند ذس از اكس ذس از واي, ولاحظ الاوريجين هو التوب ليفت كورنر. Well, this is the last pixel in the image or the last value in the function. فممكن بكل بساطة أكتبها بالarray notation بهذا الشكل. ففي النهاية زي ما راح تشوفوا لما تبلشوا تتعاملوا مع الصور, الصورة لما أقرأها باستخدام أي لغة وأجيبها أقرأها من الهارد ديسك باستخدام أي لغة, أحتشوف أن الصورة ببساطة هي عبارة عن array فيها m عدد معين من الروز, عدد معين من الكولومز, وكل element في الarray ببساطة هو نقطة في الصورة, هو عبارة عن نقطة من هذه الصورة, وقيمة هاي النقطة بتمثل أو it is proportional to the energy seen or collected or sensed at that point. مثلا هذه الصورة very simple, فيها 3 levels of intensities. فهذه لما أسوي لها view على الكمبيوتر هيك بشوفها بال viewing programs, يعني لما أفتح صورة باستخدام البينت, أفتح صورة باستخدام الفوتوشوب هيك بشوفها, لكن فعليا الصورة هي هيك مخزنة على الكمبيوتر. It is an array of numbers, that's it. الصورة أنا عم بشوفها هون بهذا الشكل لأني عم بسوي projection على XY plane وعم بميز بين values باللون أو بالintensity, لكن زي ما حكينا الصورة ببساطة هي عن function بال3D يعتمد على X and Y. فاللي بيعرفوا MATLAB ممكن لما يقرأ صورة زي هيك, صورة زي هيك يقدر يسوي لها surf, يستخدم السيرف فانكشن ويرسم الصورة بهذا الشكل, يشوفها كـ3D سيرفس, يشوفها كـ3D سيرفس. فلاحظ كيف هون الانتنسيتي عالية فقيمة الفانكشن معناها عالية, انتنسيتي أقل هون معناها هي المنطقة هاي, والأسود اللي هو المنطقة اللي هون. فthis is a surface. في النهاية الفانكشن هو الصورة هي سيرفس. إذا عم بحكي عن مونوكروم إيمج, مونوكروم معناها إنه عند أي X Y في الصورة الفانكشن له قيمة واحدة,
بالكلر ايمجز بيكون له ثلاث قيم، يعني بيكون في 3 سيرفيسز بقدر ارسمهم، واحد للريد، واحد للجرين، واحد للبلو. تمام، تعطوني 5 minutes نخلص الموضوع الصغير هذا. موافقين معناته. طيب شغله نوعا ما حكيتها بس خلينا نشوفها فيجوالي من خلال اكزامبلز، انه شو بياثر عدد السامبلز اللي باخذهم من الصوره عشان امثلها ديجيتالي، شو بياثر عدد الليفلز اللي بستخدمهم لتمثيل قيم البيكسلز او قيم السامبلز على جوده الصوره. فهي النقطة حكيناها يمكن لما شرحنا أنواع الأكوزيشنز، كيف إنه فعلياً أنا السبيشال ريزوليوشن أو وضوح الصورة في السبيس راح يعتمد على عدد السامبلز، وعدد السامبلز بيعتمد على الطريقة اللي بسوي فيها أكوزيشن، يا إما وان سنسور وبحركه، وبالتالي عدد السامبلز راح يعتمد على مقدار الستيب في الإكس والواي دايركشن، أو باستخدام السنسور ستيب، أو باستخدام السنسور أري. فكل عدد السامبلز اللي راح استخدمهم او راح اقدر اني اجمعهم فعليا راح يعتمد على السبيسنج بتوين السنسورز بالسنسور اري، او على عدد او مقدار الستيب اللي بمشيها في الحالات الاخرى. الان عدد السامبلز هدول بيعرفوا وات وي كول سبيشال ريزوليوشن. سبيشال ريزوليوشن، سبيشال يعني نسبه الى السبيس اللي هو الاكس واي بلين، انه عدد السامبلز بعدين بيحدد قديش وضوح الصوره، قديش ديتيلز عم باخذ من هذه الصوره in terms of the number of samples. فهون في عندي example بيورجيني كيف ممكن تغيير عدد البيكسلز اللي عم بستخدمهم يأثر على جوده الصوره. طبعا تغيير عدد البيكسلز يعني عم بغير عدد السامبلز اللي عم باخذهم بير unit area، فأنا الصورة ثابتة كحجم لكن عم بقلل عدد البوينتس اللي عم باخدهم. فهون مثلا أنا أخذت 1250 بيكسل في من هاي المساحة، فلما أخذ 1200 بيكسل أكيد أحسن بكتير مما أني أخذ 300 بيكسل من نفس المنطقة. وهذا الكلام بصير أوضح لما أجي أروح على very low number of pixels، لما أطلع أقارن الصورة اللي هون مع الصورة اللي هون بلاقي في فرق هائل في عدد أو في تفاصيل، في التفاصيل اللي عم بشوفها. مظبوط؟ فهذا الإشي له علاقة بالسبيشال ريزوليوشن، يعني عدد السامبلز اللي عم بستخدمه. لأنه لو تخيلنا أني أنا عم بستخدم سينجل سنسور، أنا بكون أخذت فاليو هون، شو يعني 75 بيكسل موزعين على نفس المساحة؟ معناها البيكسل اللي بعدها ممكن أخذتها هون، البيكسل اللي بعدها أو السامبل اللي بعدها أخذتها هون، مقارنة ب 1200 بيكسل ممكن أنا أكون أخذت سامبل هون، سامبل هون، سامبل هون. فأنا عم باخذ تفاصيل أكثر من الصورة. ف this is to show the effect of reducing the number of samples or reducing the spatial resolution in the image. النقطة الأخرى هي تغيير عدد الـ quantization levels، أو ببساطة تغيير عدد الـ values اللي عم بستخدمهم حتى أمثل كل الـ possible values الموجودين عندي لأي بيكسل في الصورة. وهذا الكلام زي ما حكينا بيعتمد على الـ specifications تبعت الـ A to D الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، وقديش عندي سبيس حتى اخزن السامبل الواحده، يعني كم عدد البيتس اللي بقدر استخدمهم حتى امثل السامبل الواحده. ف النمبر اوف افيلابيلز فعليا هو 2 تو ذا باور ان، وير ان از ذا نمبر اوف بيتس، يعني 2 تو ذا باور ان هو بيعطيني عدد الفاليوز اللي ممكن استخدمها لتمثيل اور تو كوانتيفاي اور تو كوانتايز اول بوسيبل فاليوز فور ذا بيكسلز ان ذا ايمج. في الجري ليفل ايمجز زي ما حكينا الرينج هو من 0 ل L minus 1، وعاده الجري سكيل ايمجز تستخدم 8 بيتس. ف 8 بيتس معناها عندي 256 ديفرنت فاليوز من 0 الى 255، من 0 الى 255. طبعا ممكن يكون عدد البيتس اللي استخدمهم اكثر، ممكن يكون اقل. يعني مثلا السي تي سكانرز بيطلعوا جراي ليفل ايمجز لكن عدد البيتس المستخدمه 16، ف
فبالتالي الريزوليوشن او بنسميه الجراي ليفل ريزوليوشن، يعني الوضوح والتمايز على مستوى الفاليوز بيكون افضل في الاكس راي ايمجز، جيفن ذات انك انت الشاشه تبعتك اللي بدك تشوف عليها الصوره برضه تكون 16 بت. يعني احنا معظم الشاشات اللي عندنا هي 8 بت، تقدر تورجيك تغير في الاضاءه على الشاشه على اعتبار انه الايمج هي 8 بت. فلما بدك تشوف 16 بت ايمج بدك تجيب شاشه خاصه في هذا الموضوع. هلا what is the effect of changing the number of gray levels لنفس الصوره؟ يعني هون عندنا صوره gray level هي اكس راي ايمج للراس، استخدمنا هون 256 ليفل، بعدين صرنا نقلل من عدد الليفلز اللي عم بستخدمها. الان شو راح يصير؟ as we go on we go down، هون استخدمت 2 ليفلز فالصوره صارت فعليا بلاك اند وايت مش مونوكروم. As we go down in the number of gray levels رح نصير نشوف إنه في عنا edges عم تطلع هون أو contours عم تطلع هون، وهي الcontours أصلاً مش موجودة في الصورة. بس شو السبب إنها عم تظهر عنا هاي الcontours؟ لأنه أنا بطل عندي قدرة أعطي value مختلفة لهي النقطة عن الvalue اللي جنبها مباشرة اللي هي بتختلف تفترق عنها بثلاث مثلا. يعني ممكن هاي الفاليو تكون مثلا 128، الفاليو اللي جنبها 131. هلا لما اقلل من عدد الليفلز اللي عم بستخدمهم ممكن يصير في عندي خط فاصل يفصل بين اللي هون واللي هون، صاروا زي كانهم وان ريجن. هذه الظاهرة اللي هي اسمها false contouring، وسببها تقليل gray level resolution، تقليل عدد values اللي ممكن استخدمها، بمعنى آخر تقليل عدد البتس اللي عم بستخدمهم to represent the pixels values. هلا معظم gray levels gray level images راح نتعامل معهم هم 8 bit، يعني 256 level، لكن ما في شيء يمنع انك انت تقلل من عدد البتس حتى يصير عندك قدرة تخزينية أكبر، تخزن توفر في الستورج. فهذا بسموها false contouring هذه العملية. تمام؟ any question؟ واضح يا دكتور، واضح الأمور؟ واضح. طيب بتذكركم آخر إشي بس موضوع الجروبس، ابعت لي على التيمز مين الجروب تبعك بالأسماء على الشات حتى نكون الجروبز قبل نهاية الشهر، بحيث إنه أول الشهر إن شاء الله يكون عندنا أول assignment تشتغلوا عليه.